في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تواصل بعثة حج القرعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وذلك لاستكمال أداء مناسك الحج. يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج. عادة الروح لمكة المكرمة بعودة زوار البيت المعمور بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، حيث تواصل فنادق حجاج القرعة استقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة، وتتميز تلك الفنادق بقربها من الحرم المكي الشريف، فهي على بعد خطوات منه، وتتزين بالأعلام المصرية ليسهل التعرف عليها. يستقبل الضباط الحجاج وتنتهي إجراءات التسكين والتي تتم إلكترونيا في دقائق معدودة، بعدها يتوجه الحجاج إلى غرف الإقامة. سكنونا وإحنا لسه في الأتوبيس، يعني كل واحد عارف حجرته وعارف الدور بتاعه وعارف مكانه فين بالظبط من قبل ما ينزل من الأتوبيس. نقدم كل الشكر والامتنان للبعثة المصرية على المجهود اللي هي قايمة بيه معانا، ومش سايبيننا لحظة بلحظة، على مدى اللحظة الواحدة مش الدقيقة، اللحظة الواحدة، وكل طلباتنا وكل مشاكلنا. والله الحمد لله احنا شايفين الخدمات فوق الممتاز، والحمد لله الفندق قريب من الحرم. داخل كل فندق غرفة يتواجد بداخلها أحد ضباط البعثة للإجابة على استفسارات الحجاج وتذليل العقبات أمامهم في إطار حزمة التيسيرات المقدمة لهم تمهيدا لأداء مناسك الحج. والحقيقه يعني مجهود جبار جدا جدا، وبصدق اقسم بالله احنا جايين وجايين من الحرم، مجهود جبار جدا بيعملوه عشان يريحوا حجاج مصر. في اهتمام جامد، وبقول طلباتكم ايه، وبصراحه من ساعه احنا ما جينا الفندق واهتمام جامد بينا، حتى الشنطه الايد كان عايزين يشيلوها مننا كده ويوصلونا بيها لغايه الاسانسير، ويوصلونا بيها لغايه الاوضه كمان. ارتياح كبير بين حجاج القرعه لجوده فنادق الاقامه وقربها من المسجد الحرام، وما يقوم به ضباط وأفراد البعثة من جهود ليتمكنوا من تأدية فريضة الحج في سهولة ويسر بالتنسيق مع السلطات السعودية. المقابلة كانت كويسة جدا، الخدمة هنا كويسة جدا، البعثة الطبية ممتازة، يعني موفر لنا كل حاجة بصراحة، مفيش أي حاجة نقصانة خالص، وكل حاجة متوفرة وتمام التمام. ونشكر السلطات السعودية والمصرية على حسن التنظيم. يحمل الجميع من ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على عاتقه أمانة ومسؤولية خدمة ضيوف الرحمن، أيام قليلة تفصلهم عن الوقوف بعرفة يقضوها في تنظيم وترتيب أمور الحجيج لضمان الراحة لهم في كل مراحل أداء المناسك. هذا هو المسجد الحرام، وتلك هي فنادق حجاج القرعة، ما بينهما مسافة قليلة يقطعها الحاج لأداء صلواته الخمس في الحرم المكي الشريف. فقد حرصت بعثة حج القرعة على اختيار هذه الفنادق على مقربة من الحرم المكي الشريف للتيسير على الحجاج لأداء صلواتهم الخمس، إضافة إلى ما توفره هذه الفنادق من خدمات معيشية وإقامة للحجاج، فالكل يعمل على راحة وخدمة ضيوف الرحمن. من مكة المكرمة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.